يعتبر وكل أرض بوطننا لبنان. أكيد قبل ما نبلش بحلقتنا كمان بدنا نرحب بعضو لجنة الرقابة ومندوب وزارة المالية والليلة موجود معنا الأستاذ جلال زيدان. أهلا وسهلا فيك جلال، كمان أنت بدك تعيد الجيش صح؟ أكيد أنا علي أنت. أكيد والله يحميهم. فورا بنبلش مع أول سحب مع اليومية 3. أول طابة بتحمل رقم 0. طابة الثانية 9. والطابة الثالثة 3. للأشخاص اللي أخذين شبكة اليومية 3 هول هن أرقامكم، هول الأرقام يلي بيربحوكم. إذا حدا متكس 093 طبعا بيكون ربحان، إذا متكسهم بالدور القيمة يلي دفعها بيضربها ب 400 مرة، وإذا حدا متكس هول الأرقام حيالة يعني مش ضروري يكونوا ورا بعضهم، القيمة يلي دفعها بيضربها ب 70 مرة ليعرف قد إيه ربحان. هلا أنا وياكم ننتقل لتاني سحب لشبكة اليومية 4. أول طابة رقم 2. من بعدها 0. ستة. والطابة الرابعة 1. هول هن أرقام يومية 4. طبعا هول الأرقام يلي بيقدروا يربحوكم لليلة. إذا في حدا متكسهم مثل ما هن بالدور أكيد بيكون ربحان، ليعرف قد ربحان القيمة يلي دفعها بيضربها ب 4000 مرة. وبالحيلا إذا كنتم تاكسين هول الأرقام يعني مش ضروري يكونوا ورا بعضهم بتربحوا أكيد، لتعرفوا قد بتربحوا القيمة يلي دفعتوها بتضربوها ب 150 مرة. هلا أنا وياكم ننتقل لآخر سحب لليلة لشبكة اليومية 5. أول طابة رقم 5. بعد 1. صفر. ستة. والطابة الأخيرة رقمها عن جديد 6. 0 عفوا. 5 1 0 6 0. إذا حدا مركز هول الأرقام مثل ما هن بالدور القيمة يلي دفعها بيضربها ب 40000 مرة، وإذا في حدا مركز هول الأرقام وطلب إنه يكونوا حيل للقيمة يلي دفعها بيضربها ب 350 مرة ليعرف قد إيه ربحها. هلا بننتقل لعندك استجارة، لو سمحت تذكرنا بالأرقام اللي ربحت. تفضل. سحب يومي رقم 391 لنهار الثلاثاء 1 آب 2017. أرقام الرابحة لسحب يومية 3 0 9 3، لسحب يومية 4 2 6 2 0 6 1، لسحب يومية 5 5 1 0 6 0. شكرا. عديتك اليوم شوي أنا. طيب شكرا لك جلال. اكيد للاشخاص يلي ربحوا معنا لليله بنقول لهم الف مبروك، للاشخاص يلي ما سأبون الحظ وما ربحوا معنا بنقول لهم بسيطه لانه بكره كمان فيكم عن جديد تجربوا حظكم باليوميه بكل مراكز اللي بنتجن. باي باي. مهرجان أعياد بيروت يقدم إليسا الخميس 3 آب بالبيان. سحرنا لي
يلي رح يكون هين هو تقابل مندوب بلون بانك عبر الفيديو تشات. بلون بانك ليما معك، كيف نساعدك؟ بس يلي ما رح يكون هين تقنع ابنك يلعب مطرح تاني. يلي ما رح يكون هين تعرف تنقي الانجل. اي ساعة بيفتحوا الفروع؟ يعني صوتك على صوت التي في. صوت شوي. اي ساعة لا ولا يهمك، خد وقتك استاذ. اليوم بلون بانك بتقدم لك فيديو تشات، فيك تقابل فيها اي مندوب ساعة اللي بدك، مطرح ما بدك وكيف ما بدك. اي بلوم، تكنولوجيا بتسهل لك حياتك. حياكم من الـLBCI، إليكم أبرز عناوين نشرة هذه الليلة. والد العسكري المخطوف يقترب لكن ابنه لا يقترب. شروط اللحظة الأخيرة تعوق البدء بعملية التبادل. تتابعون في النشرة. السيوف تعود إلى المدرسة الحربية بعد غياب 3 سنوات. نشرة أخبار 8 من الـLBCI مع بسام أبو زيد ونيكول الحجن. مساء الخير. تعثرت والتبادل إلى موعد لاحق. لوجستيا تم إعداد كل شيء لإنجازه، لكن شرط اللحظة الأخيرة الذي وضعه أبو مالك التلي وهو إطلاق موقوفين من سجن رومي جعل العملية تتوقف، على الرغم أن اللواء عباس إبراهيم الذي يقود الوساطة كان في اللبوي غروب اليوم وبدأ متحفظا عن الكشف عن معطيات جديدة لئلا يؤثر هذا الكشف سلبا على عملية التفاوض وبلوغها النتائج المرجوة. لكن منذ بعض الوقت أفيد أن الموقوفين الذين يطالب بإطلاقهم أبو مالك التلي تم نقلهم من سجن رومي إلى الأمن العام. في غضون ذلك كانت صورة الجامعة في المدرسة الحربية دليلا على عودة التعافي إلى مؤسسات الدولة تماما، كما عادت السيوف إلى المدرسة الحربية بعد 3 أعوام على غيابها بفعل الشغور الرئاسي. ومنذ الغد ستعاود المفاوضات من العقدة التي توقفت عندها، أي من عقدة موقوفي سجن رومي الذي يطالب أبو مالك التلي بإطلاقهم. في خط موازن من الاهتمام تعود إلى الواجهة مسألة إيرادات السلسلة بعد الاعتراضات التي طاولتها، وقد يكون هذا الملف أحد النقاط السجالية في جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد في القصر الجمهوري بعد غد الخميس. كل المؤشرات تدل على أن الجلسة ستكون حامية، انطلاقا مما شهدته زيارة واشنطن من مواقف، مرورا بالسجالات الداخلية حول عدة ملفات منها الكهرباء. بدءا من الغد إذن الساحة للسجالات، ولكن اليوم أمر آخر. حين لا يعود العسكريون الأسرى إلى أهلهم، يقترب الأهل من أمكنة اختطافهم، علهم يقربون أملا طال انتظاره. حسين يوسف والد أحد العسكريين المخطوفين غامر بالتجربة، اقترب